السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ثم ما بعد. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. وحشينا يا جماعة الأخبار، يا رب تكونوا جميعا بخير. فاكرين الأوضة دي؟ الأوضة اللي كنا مربين فيها الرومي البلدي الصغير، وربنا فيها البط الجعجاع، وربنا فيها قبل كده مسكوفي وبط بلدي وهو صغير. فاول مره البط ده، البط المولر والجعجاع اللي انا مربيه مع بعض والبط البلدي، انزلهم في الاوضه دي كده مع بعض. فتعالوا كده نحط لهم اكل وشرب ونرجع نتكلم مع بعض واقول لكم نزلتهم في الاوضه دي ليه. تمام كده. زي كده بعد ما حط لهم الاكل بتاعهم، وبرده زي ما انا ماشي بواقي الاكل، يعني ده كده بواقي الاكل الكامل بتاعت اكلة سمك في البيت كانت موجوده، على بقيه الخضره المتقطعه، على شويه سلطه، المهم اي حاجه في البيت بواقي متقطعه على بعضها. زودت بشوية عيش كده وشوية دش، ورحت حاططهم للطير ياكلوا، وحطيت لهم هنا في المساء مية. أنا بقى ليه نزلتهم في الأوضة دي تاني؟ وبعد ما كبروا مفترض إن هما هيلاقوا الدنيا مية، وإزاي أحطهم في الأوضة دي تاني؟ أنا الأوضة اللي على السطح بتاعتهم عايز أعمل فيها شوية تعديل. يعني إيه شوية تعديل؟ زي الصرف بتاعهم زي ما هو موجود وكل حاجة، ولكن عايز أعمل فيها حوض بمية بحنفية، وأعمل في الناحية التانية حوض برضو بحنفية. فالصناعية هتبقى داخلة خارجة في الأوضة دي، أو هعمل لها صرف جديد وهظبطها. فالناس فعلا هتبقى داخلة خارجة في الأوضة، فقلت خلاص هنزل البط تحت لحد ما أظبط الحاجة اللي أنا عايزها. فقلت بقى هنستحملهم زي ما تيجي تيجي، ويحصل أي حاجة مثلا فعلا غير الأوضة بهدل الأوضة، هستحملهم من كام يوم تحت لحد ما يبدأوا يظبطوا حالهم فوق، وخلص الأوضة اللي أنا عايزها. حتى هجهز العشة من فوق برضو للموسم بتاع الشتاء، ربنا سبحانه وتعالى كده يسر حاله والدنيا تبدأ تشتي والخير يبدأ يعم. فقلت فعلا لا اجهزها بالمره، هتخلينا شهر 10، الموضوع كله 10 و11 والشتاء يبدا يشتغل. فقلت فعلا برضو ابدا احضر الاوضه للشتاء، واظبط العش من فوق، واظبط لو فيها فتحات حاجه تدخل ميه، تحضير من الشتاء يبقى فعلا الدنيا متظبطه. وخصوصا ان الوقت ده كده مش هيقعد معايا للشتاء، يعني اخره معايا مثلا على شهر اخر 10 11 هكون دبحته كله. يعني البط الجعجع زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله وكتر الله قفل الريش كله، ما فضلتش فيه غير واحده او اتنين لسه ما قفلتش. فممكن ان شاء الله ممكن اسبوعين كده ولا حاجه، ولا 20 يوم اقصاها، نبدا ندبح منه، ناخد منه اللي كبر ندبحه، والباقي نسيبه يكبر لحد ما ايه يبدا يتقل ويظبط حاله معانا. لان خصوصا البط المولر فعلا خفيف لسه مش تقيل، انا ما اعرفش فعلا ممكن يكون نوع وحش جدا مش كويس. هو ده مولر محلي طبعا مش مستورد، ففعلا ممكن كمان يكون نوع مش وحش. انا قلت فعلا خلاص الحر خلاص، والطير بدأ ياكل ويشرب كويس جدا، فقلت خلاص هبدأ بقى ألفهم علفة كويسة جدا الشهر ده، أبدأ أظبطهم وأحط لهم العلفة بتاعتهم الممتازة، أظبط معاهم الأكل والشرب خلاص بتاعهم على قد العمر 45 يوم. حتى الفترة اللي جاية هبدأ أنزلكم خلاص 45، والخلطة بقى المضاد الحيوي الطبيعي بتبدأ تنزل على الأكل، مش خاطر برضه نفادى موضوع إن الطير يتعب وكده يحصل معايا مشكلة معاه. فان شاء الله هنتابع بعض الفتره الجايه، برضه لما اظبط الاوضه بتاعتهم هوريها لكم، واظبط لكم الفرشه الجديده واوريكم برضه الطير شكله عامل ازاي، وبرضه لما اجي ادبح منهم هوريكم زي المره اللي فاتت. ومش هقعدوا 3 شهور المره دي، انا ما شاء الله الفتره دي باكله حته فول كتير مع عدس، وباكله حتى باقي البيت بيبقى فيها سمك وكده، فما شاء الله كبر معايا بسرعه وقفل بسرعه جدا. فبس كده ان شاء الله، ده كده الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عاجبكم، وزيكم فيديو ريت مستريش من الاشتراك في القناه، تفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل جديد، والإعجاب بفيديو يلعبكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.